فكر فيه، ده خطر. انت مش يهمك انك تاخد نصيبك؟ اكيد. حلو، هديك نصيبك وفوقي نصيب تاني زي. ها، نقرا الفاتحه. نقراها. على الخاين ابن الحرام. على الخاين ماشي، لكن انت متاكد من موضوع ابن الحرام في حالتكم دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو ده الحل. الحارة مش ناقصها الا حاجة واحدة عشان الترتيب يتم، انها ما تبقاش فايقة، تتسطل. هو ده الحشيش، هو الحل. هو ايه ده اللي هو ده الحل؟ واحنا هنسطل الحارة دي كلها بقى ازاي ان شاء الله؟ هنمشي نلف عليهم نفر نفر نديهم باكات؟ هنأكله لهم، هنحطه لهم في عجين العيش. الحارة ما فيهاش لقمة، عشان كده فتحوا الفرن. كله هياكل وكله هيتسطل، وساعتها نطلع الجثه من عند حنيه. ولا اقول لكم، ساعتها مش محتاجين نطلع الجثه. الكلام ده لو ما كناش هنسطله، بس طالما هيتسطلوا بقى يبقى نرجع للترتيب الاولاني، هدومه والقطن ونلعبهم. وقبل ما الفجر جدا هتبقى تامت. الحمد لله تامت بعون الله. دمك بقى خفيف تاني يا زهر. شفت الحشيش بيعمل ايه؟ بس يلا. بس احنا هنلاقي الحشيش بالكميه دي كلها فين؟ لا ما تبصليش، انا يا دوبك دول يكفوني اسبوع. لعبتك بقى يا خواجه. طب هي وغشيمة انت تعدى عليك ازاي؟ هو ايه اللي عدى عليا ولا مؤاخذه؟ اول هام العجين اول ما يدخل الفرن هبو الحشيش هيملى الحاره كلها وهنتفضح والترتيب كله يبوظ. ده غير ان عشان تكفي الجرمه ده كله وتطمن ان هم هيتسطلوا محتاج كميات كبيره، وده خطر. ليه؟ ليه؟ عشان ده عجين وايش ممكن يطبع على نفسه. وبعدين الخواجه اهم هام، انت ماشي زي الافلام. الحشيش يابا ما بيخليش حد يتهيأ له حاجه. الترتيب ده ترتيب تاني، ترتيب محمود عبد العزيز. كيمي كيميكا كيمي كيميكي كيمي كيميكا كيمي كيميكي تعالى كيمي كيميكا عظم لك كيمياء يا وكيمي كيميكي